الإيمان، الإيمان الذي جعل فصائل في أرض فلسطين لا تلقي سلاحها رغم القتل والتصفيات، وتتابعون أخبار غزة واجتياح غزة وشهداء غزة، وتتابعون في كل يوم قنص لقادة ورموز هذه الفصائل المجاهدة المقاومة المؤمنة، رغم أن العالم كله وليس اليهود، العالم كله يتآمر عليها بما فيه العالم العربي، وتخلى الناس عنهم وعن قضيتهم جهارا نهارا. انظروا إليهم، عشرات السنين لم ييأسوا رغم القتل، رغم الآلاف من المعتقلين، رغم التصفيات، رغم التهجير، رغم التجويع، رغم الحصار، يقطعون عن غزة الماء والكهرباء والدواء، يقطعون التعامل البنكي وتداول العملات، يمنعونهم رغيف الخبز وحبة التمر في رمضان، بينما نحن نمد موائدنا، هم يطوا على البطون الجائعة ويربط الحجر على بطن وحجر آخر بيد، يواجهون به دباباتهم وعتادهم وجحافلهم. الإيمان، الإيمان أيها السادة.